لا تتوفر لك الاستطاعة على ذلك. أيوة. سارع الآن. قد اغتنم الفرصة كما يعني. قال صلى الله عليه وسلم قد تضل الراحلة. قد تفقد الصحة. تمرض. فأنت ما يتوفر لك اليوم تفضل. قد لا يتوفر لك في الغد. وبناء على ذلك سارع إلى هذه. لكن هل أسارع لو لم أسارع؟ هو يقول لي يعني افرض أنا ما سارعتش وما قدمتش السنة دي، هل أكون في منطقة المعصية؟ أقول القول الآخر بل الذي نفتي به أن الحج عند الاستطاعة واجب على التراخي. يعني أنت وفرت الاستطاعة المادية والبدنية وكل الأمور وجب الحج. ويأتي السؤال من بعد ذلك، هل وجوبه على التراخي ولا على الفور؟ قولان لأهل العلم. اخترنا نحن أن نكون القول بالتراخي هو الذي يفتى به. وعلى كل حال عندما ندير خلافاتنا الفقهية لا ينبغي أن نجعل هذا الخلاف سيفا مسلطا على رقاب العباد، بحيث أن أخرج هذا من الملة ولا لا أخرج هذا من الملة. الخروج من الملة له أطر معينة بعيدة كل البعد عن هذا الخلاف الفقهي الفرعي. ولذلك حتى النصوص التي وردت، وأنا أعلم هذه النصوص التي تقول لي إذا لم تؤدي فريضة الحج مع الاستطاعة ستكون كذا أو ستكون كذا، لا يمكن حملها أبدا بحال من الأحوال، لا يمكن حملها على الخروج من الملة، بل حملها على التحفيز والمسارعة في أداء الفريضة حتى لا يعني تكون في الاستطاعة أنت لست ضامن لها في ملعب. السؤال الثاني أيضا يقول اتباعا للسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين، هل التضحية بالبقر أو بالجمال أو بالجاموس خارج السنة الواجبة أو السنة المشرفة؟ لا، هو طبعا القرآن الكريم يتكامل مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم جعل الهدي الذي هو للحج في التمتع وفي القران، جعل الهدي وجعل الأضحية من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام لفظ يطلق في لغة العرب على الإبل وعلى البقر وما شابه البقر من الجواميس وعلى الأغنام وما شابهها من الماعز، فكل ذلك مندرج في لفظ بهيمة الأنعام. رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، لكنه لم يقصر الأضحية أو لم يجعل الأضحية مختصة بهذا النوع، مقصورة على ده مقصورة على الأغنام فقط. بل القرآن الكريم يأتي ويتكامل. لو ورد لفظ على رسول الله لا يجوز لكم إلا هذا، يبقى إذن في هذه الحالة لكن لم يأتي ذلك عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجوز الأضحية من بهيمة الأنعام. عزيز. من الإبل ومن البقر أيوه. ومن الغنم أيضا السؤال الآخر فيما يخص وقت النحر الذبح، هل هو ممتد حتى آخر يوم في العيد أو ممتد لعشرة أيام أو ممتد إلى أين إلى متى؟ بلا شك أنني لو أنني أذبح كأضحية لنفسي النص يقول صلي فصلي لربك وانحر، فبيبدأ من على المفتى به من بعد الإمام الذي في منطقتي يعني مش. بعد ما ينتهي من الخطبة بعد ما ينتهي من الصلاة حتى وفي أثناء الخطبة ما فيش مشكلة، يعني ممكن أذبح أثناء الخطبة. نعم، لأنه انتهى من الصلاة فصلي لربك مزبوط. فانتهى من الصلاة، فيمكن للإنسان في منطقته طبعا الآن في مدينة نصر حسب التوقيت حسب المكان الذي مزبوط. أعيش فيه الأولى هنا، لكن لو نحر قبل ذلك بننظر أيضا، لكن الأولى أن ننتظر إلى أن الإمام في صلاة العيد يصلي وينتهي من صلاته ثم تبدأ عملية الذبح. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى الآخر إلى غروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق. إحنا عندنا العيد وفي ثلاث أيام تشريق بعدها لحد آخر ضوء من يوم التشريق آخر غروب إلى يعني أو حتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق.